بارك الله فيكم. هذا السائل السوداني يقول: شخص يقرأ القرآن وعليه حدث أصغر، فهل يجوز له ذلك؟ لا بأس أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان غير متوضي، أما إذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف فلا بد أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا بد أن يتوضأ إذا أراد القراءة من المصحف. أما إذا أراد أن يقرأ عن ظهر قلب، يعني أن يقرأ حفظا، فلا مانع أن يقرأ وهو على غير وضوء. نعم.